أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها لمناقشة وضع الناقلة العائمة صافر والمخاطر المحتملة. حثت الولايات المتحدة الأمريكية الشركاء الإقليميين على المساهمة في تمويل خطة الأمم المتحدة التي أعلنتها بتكلفة 80 مليون دولار لإنقاذ ناقلة النفط صافر العائمة والمهددة بالانهيار قبالة الحديدة. الأمم المتحدة تقول إن الخطة قابلة للتنفيذ وحظيت بدعم أطراف النزاع. المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندر كينغ أوضح أنه سينضم إلى مهمة لمدة 5 أيام مع منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية للمساعدة في زيادة الوعي حول الحاجة الملحة للتصدي للتهديدات الاقتصادية والإنسانية والبيئية الوشيكة. يأتي ذلك فيما نفت ميليشيا الحوثي تقديم الأمم المتحدة أي خطة لمعالجة خزان السفينة صافر النفطي، محذرة من تداعيات ذلك. جاء ذلك في بيان صادر عن ما يسمى باللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق صيانة خزان صافر التابعة للميليشيا. البيان أوضح أن مذكرة التفاهم نصت على أن تقوم الأمم المتحدة بإعداد خطة تشغيلية، غير أن ذلك لم يحدث حتى الآن. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: لماذا فشلت كل الجهود الدولية في وضع حل لمخاطر خزان صافر العائم؟ وما الذي يبحث عنه الحوثيون مقابل السماح بمعالجة مشكلة الخزان؟ نذهب مشاهدينا لمتابعة هذا التقرير، ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. من وقت لآخر يعود الحديث عن خزان السفينة صافر العائم في البحر الأحمر قبالة الحديدة ومخاطره على البيئة البحرية. هذه المرة أعلنت الأمم المتحدة خطة طارئة بتكلفة 80 مليون دولار لإنقاذ الخزان من الانفجار، وقالت إن الخطة قابلة للتنفيذ وحظيت بدعم أطراف النزاع. لكن ميليشيا الحوثي نفت ذلك الإعلان، محذرة من التدهور المستمر للناقلة العائمة وبما يستدعي الإسراع في إنجاز الالتزامات لمنع حدوث الكارثة المحتملة في البحر. تحمل الناقلة العائمة صافر ما يزيد عن 1 مليون برميل من النفط الخام بقيمة 50 مليون دولار، ولم تخضع لأي صيانة منذ العام 2015 بسبب الحرب، ما أدى إلى تآكل هيكلها. تفرض ميليشيا الحوثي سيطرتها على هذه الناقلة وتمنع الوصول إليها لأي سبب كان، بما فيها فرق الصيانة والتقييم. تعالت تحذيرات الأمم المتحدة في أكثر من مرة بمخاطر تآكل هيكل السفينة وبدء تسريب النفط، إلا أن تلك التحذيرات لم تكترث لها ميليشيا الحوثي التي تستغل ذلك لمصالح سياسية. اتفاقات عدة أبرمت من أجل تدارك الناقلة التي باتت غير قابلة للإصلاح ومعرضة للخطر، إلا أن تلك الاتفاقات تنقضها الميليشيا التي تتهمها الحكومة باستثمار هذا الملف للابتزاز السياسي ووضع شروط معقدة من بينها بيع النفط لصالح الحوثيين. تبقى مخاطر ناقلة صافر العائمة تهدد البيئة البحرية وتحتاج إلى موقف حازم من قبل الأمم المتحدة، خاصة في ظل تعنت ميليشيا الحوثي التي لا تكترث للمخاطر المحتملة وتفكر بالمكاسب السياسية والمالية. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا، كما أرحب بضيفي رئيس حملة لن نصمت الدكتور عبد القادر الخراز وأيضا مدير عام شركة النفط فرع الحديدة أنور العامري. مرحبا بكما ضيفي، وأبدأ معك دكتور عبد القادر. إذا كثر الحديث عن مخاطر هذه الناقلة وأيضا مآلات ما سيحدث في حال إذا ما انفجرت أو تسرب النفط منها، برأيك لماذا لا يوجد تحرك دولي حقيقي للضغط على الميليشيا لمعالجة هذه الكارثة؟ مساء الخير عليك وعلى ضيفك الكريم والمشاهدين جميعا. الحقيقة أنه في تماهي دولي وتماهي أمم من الأمم المتحدة مع الحوثي من استخدام هذه الباحرة كفزاعة لليمن وللعالم وللمنطقة بشكل عام. للأسف أيضا ربما هناك لاعبين دوليين يهمهم استمرار هذه الكارثة. الحوثي أساسا لا يهمه المخاطر التي ستكون على اليمنيين وعلى البيئة اليمنية، وبالتالي هو يستفيد منها في دعم يعني نظام تفاوضه وسيطرته، وأيضا دعم يعني الدعم الرئيسي له إيران من تحت الطاولة في كثير من القضايا.
للأسف كما قلت أنه مكتب الأمم المتحدة في اليمن هو متناهي مع الثوثي، وحتى مذكرة التفاهم الأخيرة وهذا الاتفاق الذي يتحدث عنه هو نوع أيضا من إطالة أمد الأزمة. عندما ندقق في النقاط، وكما ذكرنا يعني سابقا مع أكثر من قناة أنه الاتفاق يمكن الحوثي من باخرة أخرى ستكون راسية بجنب الباخرة صافر من أجل عملية التفريغ، وستبقى هذه الباخرة راسية لأكثر من 18 شهر وربما أكثر من 20 شهر. يعني بمعنى تقريبا سنتين، وهذا وهذه طبعا تمكن الحوثي من باخرة أخرى بجنب الباخرة صافر، ولم يسلم الباخرة صافر. وما فهمناه من إجراء العملية أنه سيتم تفريغ النفط في الباخرة الجديدة هذه وستبقى مكانها، وستتم على أساس عملية الصيانة للباخرة صافر والباخرة هذه مكانها، بمعنى أنه مكننا الحوثي من باخرتين يعني محملتان بالنفط، وبالتالي إطالة أمد الأزمة، وبالتالي أي حدث يحدث فطبعا الحوثي هو معروف بنقض الاتفاقات سيتمكن من 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 التفاوض على باخرتين وليس على باخره واحده، غير ما 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 ما, ما يتعلق بمخاطر الباخره نفسها صافر حتى لو تفرغ النفط منها وهو ماسكها. هناك لوحان نفطيه، هناك الهيثم المتهالك، لوحان نفطيه اكثر خطرا من النفط وهي مترسبه في قاع السفينه وبكميات كبيره لا يعرف كم هي الى الان. النفط مخزون له الان تقريبا 7 سنوات مخزون، وهذه تؤدي الى ترسب كثير من الاوحال السامه المعدنية السامة المفرطنة أيضا والمميتة لكثير من الكائنات الحية والملوثة للبيئة الساحلية. نعم، هذا فيما يتعلق بالتماهي الدولي والأممي كما فهمت من حديثك. بالنسبة للدول المطلة على البحر الأحمر، ألا تعنيها هذه الكارثة؟ ألا يوجد تحرك حقيقي؟ وكيف يمكن قراءة موقفها؟ للأسف أنه فعلا يعني هناك ضعف ربما في التحرك، ولكن لا ننكر أن هناك تحرك أكيد من دول وبالذات من مصر أعتقد والسعودية، هناك تحرك وهناك أيضا استعدادات. أنا وفي متابعاتي المصريين عندهم دائما أعتقد تدريب على قضية التلوث بما يتعلق لو حدث تسرب، أيضا السعوديين لديهم كثير من إجراءات التدريب في المناطق التي توقع أن يصل إليها النفط المتسرب لا قدر الله إذا حدث، فهم ربما أوجدوا خطط الطوارئ الخاصة بهم لتجنب تلوث شواطئهم. الى جانب انه اللي قلت يعني فعلا انه في ضعف يعني كان على دول التحالف وعلى رأس السعوديه الضغط على انه يجب حل هذه المشكله، يجب سحب هذه الباخره من موقعها، يجب تفريغها خارج الموقع اللي موجوده فيه. هذا الحل المعروف والبديهي والصحيح في هذا الاطار لتجنب تحكم الحوثي واستخدامها كفزاعه طول هذا الوقت، لكن للاسف هناك ضعف في هذا التحرك، لا نعرف ما هي الاسباب. ولكن حتى عندما نراجع يعني بعض الأحيان أنا أراجع بعض التقارير الدولية أو الدراسات الأبحاث التي تتعلق بالنماذج التي تتوقع أين سيذهب التسرب النفطي لو حدث، ومعظم هذه النماذج حقيقة تركز على أنه المتوقع أن يكون مركز في السواحل اليمنية أكثر من غيرها، ربما يصل السعودية جزء بسيط لكن التركز في سواحل البحر الأحمر اليمنية وأيضا الإرثيرية والجيبوتية. وهنا أيضا يتأثر العالم ليس فقط اليمن، تتأثر خط البلاحة الدولية، ولذلك هناك اهتمام أوروبي تلاحظوا، هناك اهتمام أمريكي في هذا الإطار ربما، لكن لا يوجد ضغط بشكل واضح وجلي على أن نحن نحل هذه الأزمة وعدم تنفيذ الحوثي من هذه المسألة، ولكن ربما لديهم مصالح في استمرار هذه المسألة واستخدام الحوثي لهذه القضية، والضغط على كثير من المسائل لدى الحكومة الشرعية التي هي أساسا ضعيفة وفاسدة ولديها أدوات ضعيفة أساسا. يعني لا يوجد لها أي دور في هذا الإطار. وهنا أترك المجال لضيفي مدير عام شركة النفط فرع الحديدة أنور العامري، أهلا بك معنا سيد أنور. برأيك هل ستنجح الأمم المتحدة في تنفيذ هذه الخطة التي أعلنت عنها هذه المرة والتي قوبلت بإنكار من قبل ميليشيا الحوثي؟ أولا أرحب بكم وضيوفكم الكرام وكل عام وأنتم بخير، شهر مبارك على الجميع. أهلا بك. بالنسبة لسؤالك أختي العزيزة، للأسف جماعة الحوثي يعني نعلم أنها بشكل دائم تتهرب من الالتزام بهذه الخطة، حتى وإن كان يغرد مثلا أحد مثلا كمحمد علي الحوثي أو غيره بيوم بالتغريدات أو رسائل الأمم المتحدة كلها فقط مجرد بث الرماد على العيون.
الأمم المتحدة في نفسها أيضا هي متواطئة في هذا الموضوع، هي متأخرة أيضا في هذا الموضوع. حتى البرنامج الصيام التي أقرت برنامج لمدة 18 شهر، برنامج طويل جدا، تقوم باستئجار سفينة لمدة 18 شهر، هذه السفينة ستوضع إلى جوار السفينة الطافرة، يعني أفضل أن تكون عندنا رهينة واحدة بداخل في ميناء رأس عيسى لدى الحوثيين، أصبحت الآن لدينا رهينتين، ستصبح يعني رهينتين موجودة. أيضا نقل المواد أصبح لمدة 4 شهور، تريد أن تقوم بنقل المواد فقط من السفينة صافر إلى السفينة الجديدة التي سيتم استئجارها على مدة 4 شهور، هذه مدة طويلة جدا، هذا الكلام غير صحيح، يعني ليس فني أبدا ولا مهني أبدا، يعني بعيد جدا عن المهنية أو عن الأمور الفنية يعني التي يعلمها الجميع. أنا أعتقد أنه هناك ربما يعني هناك مشروع جديد لدى الأمم المتحدة في المماطلة هذه أو في منح جماعة الحوثي سفينة أخرى. لا وهنا سؤال، هل وصل حال السفينة لهذه الدرجة من السوء أم أن الأمم المتحدة المجتمع الدولي يتماهى مع هذه القضية لربما لأنه تصلهم تقارير بأن الوضع لا يزال في مأمن؟ لا السفينة بالفعل السفينة أصبحت متهالكة، هناك الكثير من أجزائها بدأ الدخول تسرب المياه إلى داخله، وطالما بدأ التسرب إلى الداخل لا نستبعد أن يقوم أيضا التسرب من الداخل إلى الخارج. المعالجات الموجودة التي يتم عملها من وقت إلى آخر هي معالجات مؤقتة، السفينة يجب أن تنقل. تحدثنا أكثر من مرة أختي العزيزة، الحل الوحيد هو أخذ السفينة، سحب هذه السفينة إلى منطقة خارج هذا النطاق التي تواجد الحوثي، منطقة آمنة تماما خالية من السلاح، ومن ثم يتم التعامل معها على هذا الأساس. يقوم بإيقاف السفينة إلى جوارها المستأجرة، السفينة المستأجرة، ويتم نقل الكمية النفط الموجودة في السفينة الصافر إلى هذه السفينة الأخرى، ومن ثم إما معالجة صافر أو تقطيعها وبيعها كخردة أو كحديد، هذا لا ينفع لاحقا. ولكن الخطوة الأولى يجب أن تكون هناك، هو حددت مسارين، الآن الأمم المتحدة جريسلي في حدث المؤتمر الصحفي الذي قام هنا في نيويورك في مقره الدائم تحدث عن وجود مسارين لهذه الخطوة أو لهذه الخطة. المسار الأول استئجار السفينة، المسار الثاني نقل المواد من السفينة الطافر إلى السفينة الثانية، زمنها بفترة كبيرة جدا. أعود إليك دكتور عبد القادر، كنت قد تحدثت عن استعدادات لبعض الدول المطلة على البحر الأحمر في حال حدوث كارثة، يعني ستعمل على تلافي المخاطر التي تتهدد محيطات أو البحر المنطقة التي هي تطل عليها ولن تتأثر لربما بما سيحدث، لكن ألا توجد هناك مسؤولية إنسانية وأيضا أخلاقية خصوصا على السعودية المشاركة في هذه الحرب؟ أكيد هناك مسؤولية يعني أخلاقية وإنسانية وقانونية أولا. يعني أيضا يعني السعودية هي ترأس التحالف العربي، وبالتالي عندها مسؤولية قانونية تجاه اليمن، ليست فقط إنسانية وأخلاقية. إذا تناسب المسؤولية الإنسانية والأخلاقية، ولكن هناك مسؤولية قانونية يجب على التحالف، أنه زي ما قلت أنه التحرك في إطار الضغط على أنه سحب الباخرة الى مثلا حتى عرض البحر، ابعادها عن السيطره الحوثيه، ضغط على الدول العظمى، مجلس الامن في هذا الاطار، واصدار قرار بهذا المساله. لكن للاسف انه الامم المتحده ومكتبها في اليمن هو من يلعب دورا في هذا الاطار، ولا نعرف لماذا هذا التماهي، ولكن مش لا نقول لا نعرف، ولكنه اصبح واضح هي تدعم الحوثي في كثير من المسائل للاسف، واضح دعمها للحوثي في قضايا كثيره حتى داخل التمويلات وإيصال الأموال وغيرها. أيضا المسؤولية القانونية ألا تتعلق أيضا بالحوثيين المعرقلين لهذا الملف والمتسببين الرئيسيين بهذه الكارثة؟ أكيد هناك المسؤولية القانونية تتعلق بهم، ولكن هم يتعاملوا في هذا الملف على أنهم ميليشيات. في الأخير يجب على مجلس الأمن أن يصدر قرار في هذا الإطار، على أساس أنه تستطيع أن تحملها المسؤولية القانونية، وأيضا تصنفها كجماعة إرهابية ماسكة هذه الباخرة كفزع العالم واليمنيين. يجب أن يتخذ المجلس الأمن قرار في هذا الإطار، وبالتالي على دول التحالف، على الحكومة الشرعية للأسف الفاسدة والضعيفة أن تتحرك في هذا الإطار، أنه يجب أن إحنا معكم، يمكن في القناة وغير القنوات لنا 3 سنوات نتحدث عن هذا الموضوع، وطرحنا هذه الحلول منذ البداية،
لا يوجد أي تحرك في هذا الإطار. هذه الحلول طرحتها حتى قنوات، أنا مرة عملت مع حتى قنوات أوروبية، طرحت هذه المسائل لكن لا يوجد أي تحرك في هذا الإطار. السفير الهولندي تحرك في إطار هذه الاتفاقية والتي هي فعلا غير فنية كما قال أخي أنور، غير فنية نهائيا، ولا توجد فعلا يعني غير مجدية تعتبر، بل أنه إذا وافق عليها الحوثي وهو الآن يعني يعلن عن تصريحات أنه غير موافق، وبالتالي دائما يتلاعب ولن يترك الباخرة. نحن قلنا أكثر من مرة لن يترك الحوثي هذه سؤال الباخرة أخير. لأنه اعتبرها كلعبة للطفل. نعم دكتور عبد القادر يعني سؤال أخير، الشرعية ما دورها في هذا الملف خصوصا الآن؟ أعيد سؤالك ما سمعت. الشرعية في عهد هادي لربما كانت لا يعني لا تعطي هذا الملف القدر الذي يستحقه من الاهتمام مع التحولات السياسية الأخيرة ومجلس القيادة الأعلى، كيف يمكن أن تتعامل أو يتعامل هذا المجلس مع هذا الملف الخطير؟ احنا نتمنى أنه يتعامل معه بشكل جدي، ولكن يعني في مثل يقول ديما وخلفنا بابها، أو أحمد السيد أحمد، يعني هي نفس للأسف الأدوات الفاسدة، لا جديد في الموضوع، هم نفس الشخصيات اللي كانوا في الشرعية، هم كانوا ماسكين نفس يعني ماسكين قيادات داخل الشرعية، فما هو الجديد؟ نحن نتمنى نأمل أن يعطوا هذا الملف بشكل يعني أكبر أهمية، ويتخذوا قرارات في إطار اللي يعني المختصين يقولوا أنه يجب يعني حل فعلاً فوري بتدخل بإصدار قرار من مجلس الأمن بسحب الباخرة وتفريغها خارج المنطقة للتخلص من هذه الكارثة، لا لترك هذه اللعبة أو الفزاعة بيد الحوثي. إذا لم يقوموا بهذا الكلام فنحن في نفس الدوامة. يعني نتفائل نتأمل خير من مجلس الرئاسي، لكن أنا وجهة نظري زي ما قلت وأعطيت المثل يعني، لكن يجب أنهم يتخذوا قرار، يعني هي هنا مسؤولية عليهم اليوم، هم اليوم في 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 في, في في الواجهة للرئاسة الجمهورية، يجب عليهم أن يتخذوا قرار أو أن يبقوا كما هم في يعني وسيل عنهم اليمنيين والتاريخ أيضا في هذا الإطار. أشكرك جزيل الشكر الدكتور عبد القادر الخراز رئيس حملة لن نصمت، وأعود إليك سيد أنور العامري، كنت قد تحدثت عن مسارين لخطة الأمم المتحدة لتنفيذها، إذا لماذا تم الإعلان عن هذه الخطة والمضي قدما فيها، هو إحضار ناقلة أخرى ونقل النفط من صافر إلى هذه الناقلة، أيضا الحديث عن مبلغ 80 مليون دولار لتمويل هذه الخطة، كيف تعلق؟ نعم أختي العزيزة، الآن عندما نتحدث عن أولا المبلغ مبالغ فيه كثير جدا، ولكن عندما تحدثنا عن المسار الأول ارتبط ب 18 شهر، نعلم بأن الأمم المتحدة لديها موظفين، وموظفينها هذه تريد أن تقوم بالصرف عليهم ربما طوال هذه الفترة في فترة تكليفهم بأعمال الإشراف على هذه الخطة. 18 شهر كبيرة جدا، مبالغ كبيرة جدا التي تطلبها، ولم تتوفر حتى الآن، لا يوجد هذا المبلغ، لا يوجد لدى الأمم المتحدة، وإنما ستقوم بعقد اجتماع في هولندا عبر السفير الهولندي الذي قام بتبني الموضوع، وسيتم الاجتماع في هولندا للمانحين، لانتظار المانحين بإعطاء هذا المبلغ لكي تقوم الأمم المتحدة بالبدء. وأكد جريشلي في المؤتمر الصحفي بأنه لا جدوى من هذه الخطة أو من البداية في هذه الخطة ما لم يتم جمع المال اللازم لإصلاحها. معنى أنه أولا لا يوجد مال متوفر. اليوم اجتمعوا أو لمس اجتمعوا مع الحوثيين الاجتماع الأول في مقر المستشفى الأمم المتحدة في صنعاء. وأيضا ولم تكن هناك يعني أي إيجابية أو حديث حول اتفاق إيجابي في هذه النقطة. اتفقوا على أن يتم الاجتماع لاحقا في الأسبوع القادم للمحادثات. لا تحتاج أي محادثات. هي خطة. ومجلس القيادة الأعلى برأيك كيف سيتعامل مع هذا الملف وهذه التحركات الأخيرة باختصار إذا سمحت؟ المجلس القيادة الأعلى أعتقد أنه لديه المسؤولية كبيرة جدا، ربما لديه مسؤولية أكبر من هذه كثير، ولكن هذه أيضا يجب أن يعلم بأنها مسؤولية كبيرة جدا وليست محصورة على اليمن. أختي العزيزة، هذه جميع الدول المطلة على البحر الأحمر يجب أن تعلم في أنها غير مأمن من حدوث أي تسرب من السفينة صافر. السفينة صافر وضحت كارثة بيئية على الكون بالكامل ستكون.
أشكرك جزيل الشكر مدير عام شركة النفط فرع الحديدة أنور العامري، وأيضا كان معنا رئيس حملة لن نصمت الدكتور عبد القادر الخراز. أشكركم جزيل الشكر مشاهدينا على حسن المتابعة. تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة الزميل نجيب إسماعيل، كما هي لكم من الزملاء في الكنترول. إلى اللقاء.